والحمد لله رب العالمين. خرج الحبيب، صلوا على الحبيب، في أواخر أيامه لزيارة موتى البقيع، أي ممن سبقه من الصحابة إلى دار البقاء. وخرج معه خادمه أبو مويهبة، فلما دخل على مدينة الموتى من أصحابه الذين سبقوه سلم عليهم واستغفر لهم ودعا لهم، ثم قفل راجعا. فلما وصل إلى باب المقبرة استدار كهيئته ينظر إلى المقابر، فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الكلام: أنتم إذن أهنأ بحياتكم التي أنتم فيها، لأن الفتن قد أقبلت كالليل المظلم يتبع آخرها أولها أولها والآخرة أشد من الأولى. الله، يعني كأنه يقول لهم عندما استغفر لهم وأراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام من المقبرة، يقول: سعداتكم مشيتوا في الوقيتة اللي ما كانش الفتن، وروحتوا عند سيد ربي سالمين، وأخذتم أجوركم غانمين، أما الآن فكأني أرى إلى قطع الفتن تأتي مظلمة حالكة، فهنيئا لكم أنكم خرجتم من هذه الدار، دار الفتن. حد الآن ما كانتش مشكلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام كلامه، أسمع الوقت، قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. الله، اذكر الفتن واذكر خوته، صحابه مشاف، لم تدركهم الفتن، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الأيام الحالكات حيث سيصير الدين غريبا ويشكو الدين الغربة بين المسلمين، هنالك تذكر إخوانه وتشوق لرؤية إخوانه: وددت لو أني رأيت إخواني. الله، فقال له الصحابي الذي كان بصحبته في المقبرة: أولسنا إخوانك يا رسول الله، صلوا عليه، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخوتك، إخواني هم الذين يأتون من بعدي فيؤمنون بي ولم يروني. الله، تشوق لكم ليراكم. يا من آمن بالحبيب صلوا عليه ولم يره، فطوبى لمن رأى النبي وآمن به، لكن طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. الله الله الله، هو يتشوق لرؤية إخوانه. فطرح الصحابة عليه هذا السؤال: ايوا أصحابك شتهم وتعرفهم وتتعرفهم يوم القيامة، فكيف يمكنك أن تميز إخوانك؟ كيف يمكنك أن تعرفهم وأنت ما رأيتهم ولا عايشتهم ولا رأوك؟ فكيف يمكنك أن تعرفهم يوم القيامة؟ كنت تعرف خوتك؟ الله، قال ابن مصلح: المسألة بسيطة، أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محجلة، تعرفوا الخيل اللي فيها الغرة والتحجيل، الغرة هي ذيك البياض اللي هنايا في الرأس، والتحجيل هو البياض عند القوائم، أرأيتم أن رجلا له خيل، أيوة، فيها الغرة وفيها التحجيل وسط خيل دهم، ذاك الخيل اللي ما فيه حتى، أكان يعرف ويميز خيله من بين الخيل؟ قالوا: نعم، العلامة ظاهرة تميزهم بسهولة. قال: ذلك إخواني وأمتي،
يحشرون يوم القيامة من بين الأمم غرا محجلين من أثر الوضوء. الله، يعني اللي يصلي من الأمة يتوضأ، واللي يتوضأ يعطيه الله تعالى الطابع نتاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحشر يوم القيامة مميزا عن باقي الأمم وعنده طابع الانتماء لأمة الحبيب صلى الله عليه. ومن لا يصلي، معناه لا يتوضأ، وإن كان لا يتوضأ حتى ولو كان اسمه محمد وعبد الله وربحة وعيشة وفاطمة، تحشر يوم القيامة بغير الطابع. ولكن مثل يقول العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن ترك فقد كفر، أي كأنه خرج من أمة محمد، أي لم يبعث يوم القيامة بالطابع الذي يميزه يوم القيامة. الله، على سيدي وحبيبي رسول الله اشتاق باش يشوف اخوته جلاش. قولوا له واش؟ علاش؟ علاش؟ ولا السؤال الاخر، هل تعرف ان كنت من اخوانه ام لا؟ هل يكفي انك امنت به ولم تره لكي تكون من اخوانه؟ او لا سؤال اخر، ما هي صفات اخوان النبي؟ اللي تشوق لهم النبي، هل النبي صلى الله عليه وسلم تشوق كاع على هذو اللي ما شافوش وامنوا به؟ تشوق للمتبرجة، وتشوق اللي تعرّوا على البحر، وتشوق اللي يظلوا يشوفوا في المسلسلات، وتشوق للمخادنة، وتشوق اللي يخدع زوجه، لا، وتشوق اللي ياكل الربا، وتشوق لتارك الصلاة، وتشوق اللي كي يسحر، وتشوق للجزانات، وتشوق للسحارات، وتشوق للكاهنات، وتشوق لا 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 اللي كيمشيو يزوروا الولياء ويعتقدوا انهم يحيوا ويميتون ويعطيوا ويمنعوا، ويمشي يدي الفلوس لك حل ودي العطرس الابيض، هو متشوق لهذا الناس؟ هذو كاع امنوا به وما شافوش، كاينه ولا ما كايناش؟ واش كاينه ولا ما كايناش؟ كاع امنوا به وما شافوش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لهؤلاء الذين يطؤون باقدامهم سنته ويجهلون دينه. قال لنا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتكلم على الظلمه اللي جايه وتكلم على خوته، قال لهم عليه الصلاة والسلام حديث آخر، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الصحابة اغتنموها فرصة ليأتي السؤال في حينه ووقته، فقالوا ما الغرباء؟ شكون الغرباء اللي طوبى لهم؟ ما هي صفاتهم؟ فأجاب النبي بإجابتين واضحتين. الإجابة الأولى اسمعوا اسمعوا، الذين يصلحون حين يفسد الناس. الله أكبر، لقيت تاع الفتن والظلمة خوت حبيبي رسول الله يصلحون حين يفسد الناس، الصالحون وسط المفسدين، المفسدون رفعوا الراية لحرب الدين. أنا من تكلمت عن القضية نتاع الجمعية والمنسقية ديال عين اللوح التي خرجوا وانتظموا قانونيا لمحاربة الفساد وتغيير المنكر بطرق سلمية، انتفض أهل الباطل من العلمانيين وقالوا أنت عندك شي حلول؟ قرانك أنت عندك شي حلول؟ اللي يحسب لك أنا عندي الحلول؟ أنا كنقول لك الحل اللي قالوا ربي، أن الأمة ينبغي أن تعود إلى ربها فيصلح من حالها. من نقول لك صلح روحك أنا نعطيك الحل، لأن الله ربط كل الخير بالصلاح. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن العلمانيين ما يفهموش، قلوبهم غلف، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. هم هذه ما يعرفوهاش، هم يعرفوش. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هم ما يعرفوش بين المرأة في الدين تاعنا لا تأكل أبدا من ثديها، تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها ولا تبيع عرضها، تأكل التراب المؤمنة وما تمشيش جهنم.
ولذلك فهؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون حين يفسد الناس. ما معنى يصلحوا؟ ما معنى يصلحوا؟ يكونوا صالحين في ذواتهم. تعرفوا شكون هم الصالحين؟ قولوا لي اسمي الصفة نتاع الصالحين. الله يرحم والديكم قولوا لي الصفة نتاع الصالحين. يلا قولوا لي واش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي من توفرت فيه صفتان كان صالحا، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان عرفناه، والعمل الصالح واسمه هو كاين زوج، كالذي يربطك بربك واسمه هي العبادات، قلبية وباطنية وظاهرية، صلاة صيام كذا. ثم علاقتك مع الناس، أي الأخلاق والمعاملات، أي تكون متصل بالله ورحيم بالخلق. شكون هو الصالح؟ اللي متصل برب العزيز ويعبد رب واحد هو الله، ثم يرحم الناس، يرحم الخلائق، هذا الصالح. يدير الخير، الصلاح هو الخير، هو المعروف. أما اللي ما عنده إيمان هذا خارج من الصالحين، ولا عنده الإيمان وما يعمل الصالحين صالح خارج من الصالحين. فالصالحون وجب عليهم أن يحققوا أمرين معا، الإيمان والعمل الصالح. والصلاح هو إيمان زائد عمل صالح، سهلة. فوقاش 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 نقيد اللي يفسدوا الناس، اللي يمشي لهم الإيمان زيد واسمه يدير ويعملون زي ما يعملون الطالحات. ها منين يمشي لهم الايمان ويعملون الطالحات؟ هذو هم المفسدين، الضد ديال الصالحين. الصالحين يؤمنون ويتقربون الى الله بالاعمال الصالحه، المفسدون ضعاف الايمان او منعدم الايمان زيد ويفعلون الطالحات، ما يرضي الشياطين، ما يرضي شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الولا قال فيهم سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع واش مكا واش مكا سيد النبي في الصالحين، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الفتن، ايوه، من حافظ على العبادة في الهرج كهجرة إلي. الله، الذي يحافظ في العبادة وقت الهرج، واسمه الهرج هو الزمان الذي تكثر فيه الفتن فيكثر القتل، فلا يعلم القاتل لماذا قتل ولا المقتول لما قتل. اللي كيكون يعبد سيد ربي ويتهلا في الدين ديالو في هذا الزمان، كيحشر الله مع المهاجرين الأوائل مع أبو بكر وعمر. الله يا الصلاح في هذا الزمان وشحال غالي، يا الصلاح في هذا الزمان وشحال غالي. يولي الصالح غريب بين المفسدين، يولي الصالح يشار إليه بالبنان ويستهزأ به. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا به يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، انقلبت الآية، صار المجرم الفاسد ينعت المؤمن باش بالفاجر الضال. شو الموصل؟ شو كما كما قوم لوط اش قالوا على المؤمنين؟ اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فاصبحت الطهارة في مجتمع النجاسة جريمة، وأصبح الصلاح في وسط مجتمع فاسد جريمة، وأصبح الإيمان مع الفجار والعلمانيين رجعية وظلامية. لكننا مؤمنون ثابتون، رسالة نقولها للعلمانيين في هذا البلد، سنظل على هذا ولو أصابكم الكلب، ولو أصبتم بالكلب، لأنكم لا تستطيعون أن تنظروا إلى وجوه المؤمنين. قال تعالى في كتابه في سورة الحج، وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل فأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. غادي يقول لك تهددنا بالنار، والله ما يانا، والله لا ربي، والله ما يانا، أقسم لك بالله، إلى ربه هو اللي يهدد بالنار لمن يكره أن يسمع
من الصالح آيات تتلى، فتعرف في وجه المنكر، في وجه هذا المجرم المنكر، يكاد يسطو. شو التعبير؟ يكاد يسطون على اللغة، يعني يتمنى لو كان ينقز عليه ويقبضه بالجيافة. شو المصيبة؟ شو الفتنة اللي وصلنا لها قداش؟ شو خوت النبي صلوا عليه يتلون الآيات ويصلون ويدعون الناس إلى الطهارة وينذرون الناس وينفرونهم من القذارة ومن العار ومن الشنار، لأن عاقبته وخيمة. ولذلك اللي كي يكون صالح في وسط الفاسدين يعطي له رب الأجر ديال المهاجرين. الله الله الله، يا الزمان كي داير، يا اللي بغى يغرف في هذا الزمان غير يغرف. ثاني تفسير ثاني اللي هو خير قاع، قالوا من هم الغرباء؟ زاد لهم حاجه اخرى، قال الذين يصلحون ما افسد الناس. ماشي غير صالحين، وربي ربي ربي اي ليسوا صالحين في ذواتهم، اي لم يكتفوا بالالتزام الفرضي فقط، وانما ايمانهم يدفعهم لكي يحبوا لاخوانهم ما يحبون لانفسهم، وقد ذاقوا حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، فهم يحبون أن ينشروها للناس كلهم، أي يبلغون ويدعون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما فعل إخواننا في عين الله. هذو ماشي صالحين، مصلحين، مصلحين من أكثر الغرباء، فهم أشد غربة من الصالحين، لأن الصالح يكون صالحا في ذاته، لكن المصلح يتعدى صلاحه إلى الناس ويتددى نفعه إلى الخلائق الآخرين. الله أكبر. ولذلك قال فيهم الحبيب صلوا عليه، ابن عمي دير قلبك على يدك على قلبك باش تسمع لها الحديث باش تعرف الأقراض نتاع هذا الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحبيب، من أحيا سنتي عند فساد أمتي، كان ثلاثة الحديث، فله أجر شهيد. والحديث الثاني، فله أجر 50 شهيدا. الحديث الثالث، فله أجر 100 شهيد. وهنا انبر الصحابة يسألون عن سر هذا الأجر العظيم الذي يناله إخوان النبي في فساد الزمان. قال عندهم أجر 100 شهيد من شهداء الصحابة أمنا أم من شهدائهم هم؟ أو يا على جواب، أو يا ابن عمي على جواب. قال بل منكم، أي عنده أجر 100 شهيد من الصحابة. قالوا لما؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. أنتم تصيبوا اللي يعاونكم، معكم الصحابة كل شيء طاهرين، ومعكم النبي والقرآن ينزل من السماء، وكتعاونوا على الخير، والمنكر ما يقدرش يرفع رأسه بين الصالحين لأنه مقهور مغلوب، ولأن الصلاح مرتفعة رايته والفساد قد هوت رايته. أما هم الفساد مرتفع والصلاح منحط. علاش منحط؟ لأن أهله أقلة، فإن كانوا مع قلتهم يدعون الآخرين فإنهم لا يجدون على الخير أعوانا، والله يعطي الأجر على قدر المشقة، لأنهم يجدون مشقة في التبليغ. ربما يكونوا والديهم وأقرب الناس إليهم هما بذاتهم يمنعهم، يقول لك أسيدي راك تصلي ودار مالك أنت تدخل جواك أسيدي، كل شرط عليك بكراحة، أش بغيت دير أنت؟ أش بغيت قاعد دير أنت؟ الناس مشات مشات، غير أنت اللي بغيت تدخل الجنة، أصلي وسكت علينا، ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. أنا متقرا زابورك داود، أنا متقرا زابورك داود، خلينا ترانكيل. يبقاو يردوا الواحد، يبقاو يردوا الواحد، هما احبابك ويردوك، فتصبح غريبا حتى في قعر دارك، لربما عاز وجدك تقول الله يخليك كي تخرجي ديري الحجابه خلي درتك وما ديريش الريحه، هي ما دير الريحه حتى تجي خارجه. ابش ابش ابش, أبش.
يلا وش دير اللي حرج لك ولا برا؟ سيد الملك يقول أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية، وكل عين رأتها فهي زانية. وقال أبو هريرة لامرأة خرجت لتشهد العشاء الآخر مع النبي وريحها يعصف، فتنقل الريح على عجل إلى أنفه، فلما شم الريح وعرف أن صاحبته امرأة خرجت لتشهد العشاء مع النبي، قال وهو لا ينظر إليها: يا أمة الجبار ارجعي إلى بيتك، فإن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها وريحها يعصف فهي زانية، وكل امرأة كل عين رأتها فهي زانية، ارجعي فاغتسلي. شوف حل جنبه، اغتسلي قبل أن تأتي، اقلعي الريحة عاد روحي الجماعة باش ما تفتنيش المصلين، تفتنيهم غير بالريحة بالنيف ماشي بالعين. الله 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 الله، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. قالوا أمنا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لما؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. أقسم بالله إننا نعيش هذا الوضع بالضبط، أقسم بالله كأن النبي يتحدث عنا اليوم، أقسم بالله لكأن النبي يتحدث عنا اليوم، والله لا، حتى العلماء يمنعوك، والله لا، حتى المجالس العلمية يمنعوك باش تقول الخير. والله العظيم خرجت في رحلة دعوية إلى الجنوب، شو نقول لكم ماشي؟ خرجت في رحلة دعوية إلى جنوب المغرب، وكان مقررا أن أعطي دروسا في مساجد العيون وبجدور والدخلة، لكن لما وصلت إلى هنالك فوجئت بتغير البرنامج، وأن تعليمات صدرت من أعلى تمنعني من إعطاء الدروس في المساجد، فنقلناها في البيوت وفي غيرها من مقرات الجمعيات. ياك، فماذا قال لي إخواني في مغرب الجنوب؟ اش قالوا لي؟ واش اش قالوا؟ قالوا لي احنا عمرهم ما كانوا يديروا لنا الدروس بحال هكا، الجوا مع ميتي ما كاين. قال لك الا مشينا للجوا ما نمشيو ننعسوا، ما كاش ما كاش. قال كاش اللي هضر لنا؟ قال كاين التبرج، نعم، كاين رواج المخدرات، نعم، كاين الفساد، نعم، افساد المرأة. قالوا هل النساء افساد المرأة؟ تعرفوا منين درت في السمارة المحاضرة؟ داروا بيا الأخوات اللي كيقراوا. تعرفوا السؤال تاعهم واش هو؟ اسمه السؤال اللي سألوني، قالوا لي واش النبي بصح قال النساء ناقصات عقل ودين؟ شو كيف استنزا هذا ما صابوا ما يعلموا الناس؟ قلت له ما شاء الله يقولوا لكم شكون كاين خيط نتاع الفساد يريد ان يكره بناتنا في رسول الله. قلت له واش فهمتوا هذا الكلام واسمه كاين؟ هذا الشيء ما تعلموكم فيه مسكنات هما مسكنات. سبحان الله، واش هذا الخيط؟ هذا الخيط اليهودي، هذا الخيط المجرم الذي يسرب بسرية كلما يسيء الى الاسلام ويشكك المسلمين في دينهم وينفرهم من نبيهم. قلت في الاساتذه تما بتخلى درس لكم، واش راه عندكم الخبر ولا ما عندكمش الخبر؟ البنات اللي راهم يقراوا عندكم هواس ولا ما عارفين على الدين؟ عارفين فقط ان النبي قال النساء ناقصات عقل ودين، ما قراوهمش كاع للمراه المؤمنه حينما تكون مؤمنه كيف تكون وكيف يكون دورها وكيف كانت نساء الصحابه وكيف كنا عالمات مؤمنات مجاهدات. هالشي اللي علمكم؟ ولكن عرفت بان كان خيط يريد ان يشيع الفساد. حتى طلبوا مني الناس في العيون وفي الصحراء ان انقل الى اهل الشرق وانقل عبر الانترنت نداء اهل الجنوب الى كل مناطق المغرب بان يسيروا قوافل من الدعاة الى الله في الجنوب. قوافل، والله ارادوا قوافل. قال لان الذي يرسل الينا هم المغنيات في المهرجانات يريدون افساد اهل الجنوب. قلت لهم انا الامانة سأبلغها في الممشيت انهم يريدون علماء، لا يريدون مغنيات، لا يريدون راقصات. شبعوا، عرفوا بالله الموت كاينة ولقاء الله كاين، وهالطريق ما تخرجش.
عرفوا هذا الكلام هذا اللي بقوا يدوخوا العلمانيين به، نساءنا وبناتنا غادي يجي النهار اللي يموت وستبقى كلمة الله العليا أحب من أحب وكره من كره، كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وسنقف لهم حجر عثرة وشوكة في حلق العلمانيين، سنقف وسنظل حتى نموت حتى نلقى الله تعالى. وبهذه المناسبة أذكر لكم في الجنوب رسالتين أرسلهما إلي أبناء مدينة قلميم، ورسالة أرسلتها مجموعة من الإخوان من مدينتي ورزازات وزقورة، وألحوا علي أن أتحدث في هذا الأمر ليسمع الناس. أما رسالة قلميم قال لك سيدي لماذا نزلت إلى الصحراء ولم تمر على بابها قلميم، فما وجدت في الجنوب لا يعدل ما هو موجود في قلميم من الجهل بالدين، أقسم بالله. قال لك قضية الصحراء اللي مشيت لها ما فيها من الجهل بالدين لا يساوي عشر معشار الجهل المتواجد في قلميم. قال لي أنا أعطيك مثال، قال لي واش تعرف بأي إلا الله يحفظ ويستر، احنا عندنا الدعوة إلى الله تعالى غريبة غريبة ما كيناش، والشباب مسكين غارق، حتى أن الذي يسيطر في تلك المنطقة واسمه هي هي تقديس وتعظيم الموتى، وعندهم الله يحفظ ويستر ما يسمى بالوعادي، يدوا الذبيحة المقابر ويذبحوا تعظيما لأصحاب المقابر، يسألون عند المقابر هؤلاء ليسألوا ربهم لينزل المطر، ولينا الشرك والجاهلية الأولى. قال لي أبا ذاته يأمرني بذلك، يقول لي خصك تمشي. طيب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، قلت له ما كاش الدعاة؟ قال لك والو. قلت له ما كاش اللي يدير لكم دروس وخطب في هذا الموضوع نتاع الشرك؟ واش يقول سيدي ربي في مسألة نقل الذبيحة إلى قبر الميت؟ قال لي ما كاينش. قلت له قال رسول الله صلى الله عليه لا يساق الهدي إلا لمكة إلا لمينا، وإذا سقت الهدي ولو إلى قبر رسول الله ففي سوق الهدي إلى القبر تعظيم لصاحب القبر وتخصيص لعبادة تسمى النسك لغير الله، ومن خصص عبادة لغير الله فقد أشرك. تعرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله أتعرف دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة. يا رب يا رب كيف صارت لهم ذبابة تدخل فيها الجنة؟ ففسر النبي هذا الأمر قال لك كان زوج نتاع الناس في سفر وإذا بهما يصادفان في الطريق قاطع طريق، واحد السيد قطع الطريق قال لهم والله منا ما تفوتوها الطريق ديالي، إيوا ما يفوت إلا من قرب إلي قربانا، يقرب لي يذبح لي شي حاجة يذبح لي شي حاجة. قالوا له وحنا واحد، قال له احنا ما جبنا معنا لا دجاج لا معيز لا إبل، ما عندناش ما نذبحوا لك. هو ما كاش المقصود نتاعو نوعية الذبيحة ولكن المقصود من الذبيحة، قال له قرب إلي ولو ذبابة ذبانة. وذاك الواد كان معمر بالذبان، مشى صيد ذبانة وجا ذبحها تعظيما لصاحب الطريق باش خليه يفوت، فقرب ذبابة وذبحها وأخرج روحها التي زرعها الله فيها تعظيما لمن لا يملك روحها ومن لم يخلق روحها، فدخل النار لأنه أشرك. أم أنت الناس تدي الديوكا أو العتارس أقال لك شتلا لا عيشة قنديشة أفلمنام قالت لي لا بغيت تبرا أدي العتروسك حل السيدي حازم والسيدي أحمد بركان وللا حليمة المرجية وسيدي أحمد قرقوش. ربي 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 ربي، والناس غادية جاية وخاصة النساء وخاصة النساء. يا ربي يا ربي يا ربي. والأخر قال له أقرب كما قرب صاحبك، سمعوا الدوزيام واسمه قال
قال ما كان لي أن أعظم بالقربة أو الذبيحة أو النسك أحدا إلا الله، لا يمكن لي أن أذبح شيئا إلا إذا ذبحته لله لله. فقتله فدخل الجنة. فهمت الحديث انتهى؟ دخل رجل النار في ذبابة، ودخل رجل الجنة في ذبابة. واحد ذبح الذبابة تعظيما لمن ادعى أنه يملك الطريق فلا يترك أحدا يمر إلا إذا عظمه أحد بالنسك، ودخل أحدهم الجنة في ذبابة لأنه قال لا يمكن لي أن أعبد أحدا أو أتقرب إليه بذبيحة لأن الذبيحة والنسك لا يقرب إلا الله. أشوفوا الآن حياتنا كي دايرة؟ شوفوا الآن روحوا اللولية كرام دايرين الناس، والناس ما يغيروش المنكر يستبتوا، لأنك واخا تقول لك سميت عليه الله أسيدي أنا دات الوحدة وسمين عليه الله، ماشي قضية تسمي، لأن العمل اللي بغيتو يقبل الله واسمه يكون يكون أولا يراد به وجه الله، والثاني يكون على طريق رسول الله على السنة. هذا الذبيحة ما كايناش على الطريق نتاع النبي. علاش؟ لأن النبي كيقول لك إلا رفدت الدجاجة وبغيت تذبحها عند سيدي أحمد دبركان وتسمي عليها الله، ماشي الغلط في تسميها عليها الله، الغلط فين؟ منين نرفدتها من هنا وما ذبحتها حتى عند القبر؟ هذه الحركة فيها تعظيم لصاحب القبر، علاش ما ذبحتهاش في دارك؟ اذبحها في دارك أبا حتى تديها لذاك السيد عاد تذبحها. لا لا لا، نقل الذبيحة هو الحرام، ولذلك اللي كياكل هذيك الماكلة كياكل الحرام. كيقول لك درنا الوعدة على سيدي كذا وجيبوا البارود براب ودوا فما العجل. العجل هو الامام والفقيه مورا، شكون هو اللي يصلي ويكذرك؟ واش العجل ولا الفقيه؟ كانوا سيدي يحيى يديو العجل، شكون يتمشى الاول؟ والله لا العجل. وشكون اللي موراه؟ الامام ديال المدينه الله يرحمه مسكين. قلت له يا سبحان الله الامام تاع المدينه الامام ديالو عجل، ما قدرش يقول والو. ولذلك الفليسات كيجيو لهذو بزاف لهذ صحاب صحاب هذا الشيء، كتجيب حتى فليسات من لو كانش واش وقع في هذا في هذه المواسم وهذا الشيء، تجي فليسات وتجي اعانات وتجي يا لطيف يا فيه تشجيع لهذا المنكر، تشجيع لهذا المنكر، تشجيع لهذا. هذا الشيء قال لك كاين فيش في قول ميم، وانا اقول لعلماء قول ميم واقول للدعاة الى الله عليكم أن تبينوا ما علمكم الله، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وما تكونوش كمن قال الله في فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. عندكم تشوفوا بين لهذا الطريق كتدر عليكم فليسات بالسكوت نتاعكم، كتكون عندكم حظ، عندكم تشبهوا باليهود حينما أخذ الله عليهم ميثاقا يبينوا، لكن والعياذ بالله كتموا وباعوا الحق بدريهمات. عندك يا الله يا الله يا الله. هذه الرسالة انت أصحاب قول ميم، غربة الدين في زمان الفساد في مدينة قول ميم. أما المسألة انت أصحابي وأصدقائي وأبنائي وإخواني في زقورة وفي ورزازات، قال لك إننا نعيش ظاهرة غريبة لا توجد إلا في هذه المنطقة، واسمه هي؟ قال لك أن الله، انا كان نقول غير كلام تاعهم، انا ما مشيش تما، انا غير انا اقول لكم لا اله الا الله، انا نقول لكم الشيء اللي مكتوب عندي والسلام. فالعهده على الراوي هما بزوج، ماشي غير واحد اللي قالها. قال لك يا سيدي البيض كاين بيض، كاين ناس بويض وكاين ناس يعني السحنه نتاعهم سوداء، كاين البويض وكاين الكحل. احنا عندنا في الاسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وكان بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول وأول من يكسى من أمة رسول الله يوم القيامة هو أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد في سدر في 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 المعراج ووصل إلى سدرة المنتهى كان كلما دخل سماء سمع قرعا عليه بلال، يعني أن بلال رضي الله عنه كانت تسبقه دفة عليه في السماوات العلى.
رضي الله عنه. شي حاجة كبيرة، شي حاجة كبيرة. إذا سيدي ربي ما يشوفش إلا وجهه، ولذلك هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كيزوج اللي هو أسود باش يزوجه بالشريفة، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه زوج زينب بنت جحش بنت عمته، زوجها لمن؟ لمن؟ لزيد بن حارثة. شي كان داير زيد بن حارثة؟ كان أسود، ما قالش بلي هذا أكحل وهذه الأبيضة، زوجها إياه. ما كانش عندنا هالمسألة نتاع كحل ما يديش البيضة والأبيض ما يديش الكحلة. ولذلك كيقول لك ممنوع باش الأبيض يقبلوا يدي السوداء وخبغها، ممنوع. وممنوع على على الأسود يدي البيضة، ممنوع ممنوع. شو الجاهلية يعني؟ هذا مع هذا ما يتصهروش، ممنوع. تقاليد لا أصل لها في الدين، جاهلية. أكثر من ذلك يعني، غير البارح خرجت من الجامع تلاقاني واحد مسكين السمر، قال لي أنا بغيت واحدة بيضة. قال لي وراهم ما بغاوش. قلت له علاش؟ قال لي لأن باها كيقول لك حنايا اللي سمر ما يديش بنتنا. وراه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه ولا خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ها؟ فرغ القضية تاع الدين. إلا جاك بيض وداير الحلقات وديرها ودير هكذا ومحسن الغرفية وما يعرف ربي وكيجي من عام سيدي الفلوس، تعطيله بنتك لأنها أبيض تعطيها الجهنم. قال رسول الله: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. وسئل الحسن البصري: لمن نزوج بناتنا؟ قال: لمن يخاف الله. ماشي قال لك الابيض ولا الكحل، فان احبها اكرمها وان ابغضها لا يظلمها، لا يظلمها. زيد اكثر من ذاك الشيء، قال لك كاين جامع نتاع الابيض وجامع نتاع الكحل، البويض ما يصليو مع الكحل والكحل ما يصليو البيض. يا ربي يا ربي، ما بقتش في الزواج، بقات في الجوامع. قلت له: ودي واش بغيت تقول؟ غادي نقولها قرا درتي. قال لك: اقسم بالله الا كان يهضر معك، يا الابيض ما يدخل مع الكحل، ما يصلي معه. لطيف والله. تعرف شي كيف المغرب؟ يا ربي يا ربي يا ربي، مولانا مولانا مولانا. انا عاد زعقت معه وقلت له: ومنين يموتوا البيض يدفنوا مع الكحل والكحل مع البيض ولا كل واحد من قبرته؟ قال لك: انا لا. قال لك: كل شيء الحفره. هيا ماتت البيضة ودفن حداها الكحل، هيا ماتت الكحلة ودفن حداها الأبيض، إوا فرقهم. ولا يوم القيامة منين نوضوا؟ منين نوضوا عند سيدي ربي؟ منين نوضوا؟ منين تصبح ذاك منا أبو جهل ومنا فرعون؟ غادي تقول له: قلعني من كي غادي دير له؟ ثم يحشرون كل شيء، ينوضوا كي الزموشة، ينوض معاك الكحل والأبيض. أكشر الله مثلا، أنا مدفون هنا ومدفونين هنا نتاع آدم ونتاع نوضع معاك عوج بن عناق كده، نوضع معاك الكافر والمؤمن كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل: بلين يخرجوا من الأجداث فإذا نفق في الصور إذا هم من الأجداث ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ واسم يقولهم المؤمنين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج بزموشة واحدة، يخرج الكافر يقول: ابن عمي فرحنا فرحنا غاديين، وهذا النوضة. المؤمن حدا يقول له: أبا فيق مع راسك، هذا اللي كان يبشروا به ويخبروا به الأنبياء والمرسلون، هذا القيام بين يدي الله للحساب. ولذلك إذا صدق هؤلاء وفعلا يعيش الناس في مكان واحد وقاع مسلمين فيصلون مفترقين على أساس اللون، على أساس اللون الله يستر، وما يتزوجوش على أساس اللون، نقول لهم: لقد بدلتم وغيرتم وحرفتم. وأنا ما نقولش الكبار، الكبار مشاو، أنا أخاطب الشباب انت هذه المنطقة، أنا أخاطب الشباب والأجيال اللي راها نايضة. أنتم تحملوا المسؤولية وتدعيوا لله وتردوا الأمور إلى نصابها، أنتم تغيروا هذه العادات التي تخالف شرع ربنا. شو بغيتوا الملائكة تنزل من جديد وتبقى تقول لكم؟ قلت له: الفقيه، كاين شي فقيه اللي يدير لكم الدروس في هذا الشيء؟ قال لك: الله يعمر راسنا، واحد الفقيه كان يقول لنا هذا الشيء كلها لا أصل لها في الدين، ولكن عنا ما يهدر عيا ما يهدر عيا ما يهدر وما سمع له حتى واحد، فالعادة مستحكمة ومشى خرج وبقينا بلاش.
خينا بلاش وخذ التهدر وسبت التهدر. ولذلك شكون هو اللي غيّة؟ الشباب. أنا الشباب لما يعيشوا الفتوة ويفهموا الدين وقابلين باش يتغيروا. أما اللي كبار قول لهم أديوس، قول لهم الله يجعل سيد ربي يثبتكم وتروحوا على خير. أما الولاد والشباب يخصهم يغيروا يا خويا ويتغيروا كما يريد الإسلام. ما تبقاش تعبد الهوى ديالك. أنا ما غاتش البيضة ما بغاش تدي لك حل، عندها الحق بصح باش تولي قانون. ولا البيضة بغات تدي لك حل، ولا الكحل بغا يدي البيضة، وبغاو بعضهم بعض. تمنحهم تمنحهم لا يمكن يا أخي. اليوم راك تمنحهم إوا قدام الغدا غادي تمشي تهرب معاه كما في بعض البلدان. كيقولها الشريفة ما تزموش مع العريف، كان الشريف وكان العريف. يالله وفي التالي من اللي ما نجيب لهاش ربي الشريف، الشريفة ما جاب لهاش ربي الشريف، واسمو الدير تهرب مع العريف يواقبضها أبا. ولوكا غير تهرب معه في الزواج، تهرب معه في غير زواج. فين مشى الشريفة؟ راه مع العريف. فين؟ في الويدان. شو تخبيك هذا؟ هاتان رسالتان تعبران على غربة الدين. الأولى في مسألة تعظيم الموتى وتقديم القربان للموتى، ولم يجدوا من يغير ولا من يعلم. ومكان آخر توجد فيه عادة مخالفة للشريعة، وهي الانقسام على أساس اللون في الصلاة، في المعاملات، في الزواج، في الزواج. ولذلك احنا الكلمة الأخيرة واسمو هي واسمو هي. سمعوا العلماء دائما نقول لهم راكم مقصرين، ياك دائما نقول لهم راكم مقصرين. راه مقصرين ولا ماشي مقصرين الواش؟ انتم الرأي ديالكم انتم مقصرين العلماء ولا ماشي مقصرين؟ ويقولوا يا ربما انتم راه عندكم هنا تبارك الله الدعوة مخيرة، واش مقصرين ولا ماشي مقصرين؟ يا خويا الناس كاع ساكتة. واش مقصرين العلماء ولا خدامين؟ لا انا والله لا بغيت نعرف انا ذاك الدوام مقصرين مش مقصرين. واخا مقصرين مقصرين العلماء رحنا عارفينها بلا ما يهضروا الناس، لان المساجد فارغه، ولان حتى الجمعه اللي كدير ميته حتى واش كاين شي حاجه اللي. ولذاك تشوفوا الجيل الكبير، الجيل الكبير كون تمشيو للثانويات تبقى عاير البنت مع الولد يتأبط ويديرها واش شي قال خلي. يعني ذاك الشيء الدين باين بين غريب اليوم، غريب 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 غريب. البنت ما تقدرش تدير الحجاب، علاش كيقولوا لها؟ لان متخلفه. وعندك البنت الان، البنت الان في الثانويه الا ما عندهاش الزميل ديالها والصديق نتاعها كيحسبوها متخلفه. انا كيتكلموا معي متخلف، شو المصيبه شو المصيبه؟ يقولها انت متخلفه، ما عندكش انت الزميل تاعك انت متخلف، شو 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 المصيبه؟ اذا ناس ديال خلينا بالعلماء دائما يقولوا راك مقصر، يدبر راسهم بيتهم قدام سيدي ربي. اخوتنا كلنا مسؤولين. سيد النبي تكلم على خوتو اللي راه بغى يشوفهم، ما قالكش خوتي العلماء، قالك خوتي الذين يبلغون الدين ويبلغون هذا الاسلام ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انت خصك تكون منهم، ما تستناش العالم. انت كل المسلمين مسؤولين عن هذا الدين. ولذلك خوتي النبي صلى الله عليه وسلم هذو اللي يدعوا لسيد ربي باللي علمهم الله واخا غير ذاك القليل، كيقول فيهم النبي في التاريخ في الاخير قال لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سمعوا للدرجه نتاعهم اللي تكون عندهم يوم القيامه. هذا خوتو اللي تشوق لهم النبي، نكمل لكم هالحديث. قال لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه واحد النهار قولوا لي الله يخليكم من اعلى الناس منزله في الجنه يوم القيامه؟ اخبروني عن ارفع الناس درجه في الجنه يوم القيامه، شكون شكون؟ قالوا للصحابه الملائكه. قالوا النبي ومن يمنعهم وقد جبلهم الله على طاعته يسبحون يذكرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقالوا له الأنبياء. قال النبي ومن يمنع الأنبياء من أن يكونوا أعلى الناس درجة وقد فضلهم الله واصطفاهم وأيدهم بالوحي. وقالوا ماشي الملائكة ماشي الأنبياء، وحنا أصحابك، حنا
اللي معك وجهدنا معك. قال لهم ومن يمنعكم أنتم وقد اصطفاكم الله لصحبة نبيه والقرآن ينزل من السماء ومعكم سيد النبي وكذا وكذا. هو قال له وماشي الملائكة ماشي الأنبياء ماشي الصحابة وشكون أمو أنت؟ خوتي قال له اللي يجوا مرايا ويسيبوا الدين مندرس والبدعة متفشية والسنة ميتة ما كايناش والحلال قليل والوعد ما يتوفاش والأمانة يخونوها الناس والمغنم دولا والأمانة مغنما وأطاع الرجل أمه وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وأكرم الرجل مخافة شره وصار زعيم القوم أرذلهم وشربت الخمور وأكل الربا وظهرت القينات. تعرف اسم القينات؟ اسم القينات الأول قولي اسم القينات قولي اسم القينات المغنيات اللي رم كيديروا المباريات لاختيار أحسن نجمة القينات والمعازف وشربت الخمور وارتفعت أصوات الفسقة في المساجد ولعن آخر الأمة أولها. فاللقيتة فاللقيتة اللي تكون هالفتن خوتي تما خوتي اللي قبضي في الدين يجي ويصيبوا الإسلام درست معالمه فيعمدون إلى كتاب الله اللي كان عليه التراب. ما معنى عليه التراب؟ سمحوا فيه الناس ولا غريب؟ ففتحوه وقرأوه وفهموه وعملوا به ودعوا الناس إليه. أولئك إخواني أعظم الناس منزلة يوم القيامة. شت اللي يبغى إن شاء الله تعالى الدرجات العلى تسنى عاد تحت يجي العالم ويسنى شو الكرامة. هذا هما اللي مشتاق لهم النبي، مشتاق للصالحين بين الفاسدين وللمصلحين بين الذين يدعون إلى الفساد. هذا زوج، إن لم تكن الثاني فكن على الأقل الأول. وصلى الله وسلم على حبيبنا.